بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 31. لا حق لهم ولا حرمة لهم إلا بالدين.
تتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفعه أنه من قرابة الرسول، ما نفع ذلك. أما لو كان معه دين مع القرابة فصار له حق في الإسلام، كما كان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولذريته ولذرية أبي طالب، وهم علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب. فإذا اجتمع فيهم شرطان، أولا تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وثانيا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حق ولهم ميزة على غيرهم يميزون بها. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا لقرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل بها. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا لقرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل ويكون من أهل التوحيد والإخلاص، وإلا فإنه يكون مع أبي لهب ومع أبي طالب الذي مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب في النار والعياذ بالله. فقضية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة بلا شك، لكن بهذين الشرطين، بل بثلاثة شروط، لأنه الآن كثر الادعاء، كل يدعي أنه من بيت النبي، الهنود والباكستانيين والمغاربة وإلى آخره، كل يدعي أنه من أهل البيت، الله أعلم. الدعاوى ما تكفي، وحتى لو ثبت أنه من أهل البيت، لو ثبت يقينا أنه من أهل البيت فلا بد مع ذلك من أن يكون من أهل التوحيد والعقيدة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعرف هذا الأصل، وأن مجرد القرابة إذا صحت، مجرد القرابة إذا صحت إنها لا تنفع بدون عقيدة صحيحة ومنهج سليم واستقامة على دين الله عز وجل، كما كان أهل البيت السابقون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب وعقيل والحسن والحسين وذريتهم علي بن الحسين، كل هؤلاء كانوا على الصلاح وعلى التقى وعلى الاستقامة، فلهم حق. فأهل البيت هم آل جعفر، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت، آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت. من آمن منهم بالله ورسوله وكان على عقيدة التوحيد والإخلاص فله حق عظيم. ثم أيضا ليس معنى حب أهل البيت الصالحين المؤمنين وموالاة أهل البيت، ليس معنى ذلك أننا نغلو فيهم ونعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه الخرافيون. فأهل البيت لا ينفعون ولا يضرون وليس لهم من الأمر شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء، الرسول ليس له من الأمر، فكيف بأهل البيت ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، العبادة لله، فلا يجوز أن يعبد أحد من أهل البيت ويغلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يقول إنما أنا عبد، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. فالغلو في الرسول أو الغلو في أهل البيت والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون والتعلق بهم من دون الله والاستغاثة بهم بعد موتهم أو التمسح بأحيائهم والتبرك بآثارهم وثيابهم وعرقهم، كل هذا بدع ومحدثات ليس لها أصل في دين الله عز وجل. التبرك إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المنفصلة من جسمه عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره ولعابه ووضوءه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يتبرك به من فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره لا يتبرك بآثار أحد،
أبو بكر أفضل الأمة ولا يتبرك، لم يكن الصحابة يتبركون بشيء من آثاره وفضلاته رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، خلفاء الراشدون أفضل الأمة، ولا كان الصحابة يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التبرك بأحد من أهل البيت، وإنما الواجب لهم المحبة والاقتداء بهم، هذا هو الواجب لهم، ومعرفة حقهم واحترامهم وتوقيرهم من دون غلو ومن دون صرف شيء من العبادة لهم، لأنهم بشر ليس لهم من الأمر شيء، ولا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل، فهذا أصل يجب التنبه له، لأن قضية القرابة وآل البيت اتخذت عند كثير من الناس اتخذت وسيلة للشرك ووسيلة للفتنة، ليس هذا هو المقصود بموالاة أهل البيت، هذا شطوح بهذا الأصل العظيم وخروج عن الشرع. الواجب لأهل البيت محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والاقتداء بهم، هذا هو الواجب، دون تعلق بهم أو بقبورهم أو اعتقاد أن لهم خاصية غير البشر وأنهم يشاركون الله في تدبير الأمور أو يشاركون الرسول في التشريع فينسخون ما أرادوا كما يظن بعض الضلال ويقرون ما أرادوا. لا، الشريعة انتهت وتكاملت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص أهل البيت بعلم دون غيره، هم وغيرهم في العلم سواء. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، حلف رضي الله عنه أن الرسول ما خصهم بشيء دون غيره، الرسول بلغ الجميع، بلغ العرب والعجم والمسلمين والكفار، بلغهم ما أرسل به صلى الله عليه وسلم على حد سواء، ما خص أحدا من قرابته ولا غيرهم بشيء، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة جميع البشر، فلم يخص على البيت بشيء لا بعلم دون غيره، هم وغيرهم سواء في العلم والعمل، هم سواء مع غيره، ليس لهم خاصية على غيره. فينبغي أن يعرف هذا الأصل، لأنه كثر فيه الخلط والتضليل، فلان من أهل البيت، ثم يحصل ما يحصل من الغلو والإطراء والشرك غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله: يحرم فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أوصى بهم في محكم كتاب في قوله: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. فسرت الآية بتفسيرين: التفسير الأول أن المراد بالقربة هو قرابته صلى الله عليه وسلم، أوصى الله بحقهم بالمودة، ما قال بالعبادة ولا الغلو، بل قال بالمودة، المودة في القربة، بأن يحبون لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربة، هذا تفسير. فتكون الآية على هذا التفسير دالة على فضل أهل البيت ووجوب محبتهم، إلا المودة في القربى. وفيها رد على الغلاة في أهل البيت، لأن الله إنما شرع المودة لهم والمحبة لهم. والتفسير الثاني أن المراد بالقربى هنا التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله، يقال قربى ويقال قربى بمعنى واحد، فالقربى هي التقرب إلى الله عز وجل والتودد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه، إلا المودة في القربى، أي التودد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وعلى هذا التفسير فلا تكون من أدلة فضائل أهل البيت، لكن التفسير الأول أشهر، وأن الله أوجب محبة أهل البيت هو توقيرهم واحترامهم، فيكون هذا دليلا من القرآن على فضلهم ووجوب محبتهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قفل، عندنا الآن حديثان، الحديث الأول
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة ووصل إلى غدير على الطريق يقال له غدير قم، قريب من الجحفة، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، سمي بغدير قم قيل لأن قم اسم رجل، وهذا الغدير منسوب إليه، رجل صبار يقال له قم، فنسب هذا الغدير إليه. وقيل خم معناه الشجر الملتف، لأن هذا الغدير يقع في أرض فيها أشجار ملتفة فسمي بذلك. لما بلغوا هذا المكان خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، فأوصاهم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وأثنى على كتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي ثلاث مرات. فهذا يدل على حق أهل البيت وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وجوب حقهم على الأمة أن يوقروهم ويحترموهم ويعرفوا فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صالحين مستقيمين مؤمنين بالله ورسوله، وإلا من كفر بالله فإن رسول الله بريء منه ولو كان من قرابته. فإبراهيم تبرأ من أبيه ونوح تبرأ من ابنه لما كان على غير دين، فلا تنفع القرابة إلا مع الدين والاتباع. فأوصى صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أن يعرف فضلهم وقدرهم وأن يحترموا ولا يهان منهم أحد. الحديث الثاني أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جقوة قريش، فقال إنهم إذا لقي بعضهم بعض يبشون فيما بينهم، وإذا لقونا بوجوه متنكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ في حق أهل البيت وفضله. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئين لا بد منهما. الشيء الأول يحبوكم لله يعني من أجل الدين، وهذا هو الشرط الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين، فإذا كانوا عبادا صالحين مستقيمين فإنهم يحبون لله عز وجل. أما إذا كانوا بالعكس ضالين مضلين فلا ينفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول يحبوكم لله. الشرط الثاني لقرابتي، فيحبون من أجل القرابة أيضا، قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المؤمنين فإنهم يحبون لله عز وجل، يحبون في الله. الشرط الأول يشترك فيه كل المؤمنين كلهم يحبون لله عز وجل. أما الشرط الثاني فهو خاص لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا ما يجب في حق أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من هم أهل بيت الرسول وعرفنا متى يجب لهم هذا الحق. كل هذا من الأمور المهمة جدا، لأن هذه المسألة حصل فيها أغاليط وتضليل كثير. نعم صحة النسب، يعني صحة النسب أن يثبت أنهم من أهل البيت، لأن المدعين اليوم كثير الذين يدعون أنهم من أهل البيت. الله أعلم، نحن لا نطعن في أنساب الناس ولكن يحتاج هذا إلى تثبت. نعم لأن فيها عاجم الآن كثير يدعون أنهم من أهل البيت وهم عاجم، ما ندري وصولهم عربية، الله أعلم. نعم فقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى منهم إسماعيل بن جماعه واصطفى منهم جماعه قريش واصطفى منهم قريش بن هاشم واصطفى منهم بن هاشم. هذا الحديث الثالث في فضل أهل البيت، إن الله اصطفى بني إسماعيل، بنو إسماعيل هم العرب، بنو إسماعيل هم العرب،
أي اختار، معنى اصطفى اختار. فهذا فيه دليل على فضل العرب. وهذه المسألة فيها بحث طويل، هل العرب أفضل من العجم أو العجم أفضل من العرب أو ماذا؟ فالأدلة تدل على فضل العرب على العجم، وبعض الأعاجم يقولون العكس، يقولون لا العجم أفضل، ويسمون بالشعوبيين، يدعون إلى الشعوبية يعني الشعوب. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، الشعوب للعجم والقبائل للعرب. فالشعوبيون يدعون أن العجم أفضل، ولكن الأدلة تدل على أن العرب أفضل. منها هذا الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل، ومعنى اصطفى اختار، اختارهم من من؟ من بني آدم، من بني آدم. لكن ليس التفضيل للأفراد على الأفراد، إنما التفضيل للجنس على الجنس. فجنس العرب أفضل من جنس العجم، أما الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من مئات من العرب. الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من المئات من العرب. هذا من حيث الأفراد، البخاري رحمه الله، أبو حنيفة، أئمة من العجم، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، من سادات المهاجرين والسابقين الأولين إلى الإسلام. فالأفراد قد يكون في أفراد العجم من هو أفضل بكثير من بعض أفراد العرب، أما من حيث الجنس فالصحيح أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأدلة منها هذا الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني العرب، فالعرب هم ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، هو أفضل العرب والعجم عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من الحديث واصطفى من قريش بني هاشم، وهذا هو المقصود. وبنو هاشم هم أهل البيت، بنو هاشم هم أهل البيت، فدل على فضلهم وأن الله اصطفاهم واختارهم من بين العرب، واصطفى منهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسماعيل. لم يبعث من ذرية إسماعيل نبي إلا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فبعد إسماعيل عليه السلام لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كلهم من ذرية إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، آخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول وجعلنا في ذرية، يعني إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فيهم أنبياء بني إسرائيل، وفيهم إسماعيل ومحمد صلى الله وسلم على الجميع. فالشاهد من هذا الحديث اصطفى بني هاشم، يعني اختيار بني هاشم، فدل على فضل أهل البيت، وأن الله اصطفاهم واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته، هم قرابته، فيجب معرفة فضلهم وتقديرهم واعترافهم والاقتداء بهم. نعم. لما ذكر حق أهل البيت ذكر حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهن حقا واجبا على الأمة، لأنهن زوجات نبيهم وأمهات المؤمنين،
قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، هذا الشاهد من الآية. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهاتهم في النسب، وإنما أمهاتهم في التقدير والاحترام وحرمة تزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، فهن أمهات المؤمنين من ناحية محبتهن واحترامهن، ومن ناحية عدم التزوج بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في أشياء، في المحبة والتقدير وتحريم التزوج بهن. أما من ناحية المحرمية والخلوة فهن كغيرهن، لا يجوز الخلوة بهن، ولا يكون أحدا محرما لهن إلا من أقاربهن كغيرهن من النساء. ولهذا أمرنا بالحجاب، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمرهن الله بالحجاب مع أنهن أمهات المؤمنين، فدل على أن الأمومة هنا ليست أمومة المحرمية، ليست أمومة المحرمية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن، الخطاب لمن؟ للصحابة، الخطاب للصحابة. والمسؤولات من هن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي ساتر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر باحتجابهن عن الصحابة مع أنهن أمهاتهم كما في أول السورة، فدل على أن الأمومة هنا أمومة القدر والاحترام وتحريم التزوج بهن، لا تحريم النسب، النسبية، وأنهن أمهات من النسب للمؤمنين، لا، فهن أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تزوج خديجة، خديجة بنت خويلد في مكة قبل البعثة، وكان عمره يوم أن تزوج بها 25 سنة، وعمرها هي كان 40 سنة، كان 40 سنة عمر خديجة رضي الله عنها. وأنجبت له جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. فخديجة رضي الله عنها لها فضائل عظيمة، هي أول من آمن به، قيل مطلقا وقيل أول من آمن به من النساء، والصحيح أنها أول من آمن به مطلقا رضي الله عنها، وأنها أم أكثر أولاده، وأنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم، آزرته مؤازرة عظيمة، وأن الله أرسل بالسلام عليها مع جبريل، الله جل وعلا سلم عليها بواسطة جبريل، فلها فضائل عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان بعد وفاتها ينكرها ويكثر ذكرها ويثني عليها، وكان يذبح الشاة، ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقات خديجة، كل ذلك من حبها رضي الله عنها، فضائلها عظيمة. ثم لما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل الهجرة بثلاث سنين، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت زمعة، استمرت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهاجرت معه إلى المدينة. وتزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، صغيرة السن، وبنى بها بعد الهجرة وهي بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها. وفضائل عائشة كثيرة، أولا أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها. فمن فضائلها أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلها أنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: خديجة آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وعائشة آزرته في نهاية أمره، فكانت تحفظ عنه الأحاديث وهي محدثة وفقيهة. وكان أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها في الفتوى، وهي فقيهة النساء على الإطلاق. هذا من فضائلها العلم الذي حملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها رضي الله عنها أن الله برأها مما رماها به المنافقون من الإفك، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذا من فضائلها رضي الله عنها. ومن فضائلها العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في بيتها، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فمرض في بيتها وتوفي وهو في حجرها، رأسه في حجرها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله عنها. ثم دفن في بيتها، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذه جملة من فضائل عائشة رضي الله عنها. اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو خديجة أفضل منها أو يتوقف. ثلاث أقوال: قيل خديجة أفضل لكثرة فضائلها، وقيل عائشة أفضل أيضا لكثرة فضائلها، وقيل بالتوقف. وهذا رأي شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما التوقف، لأن كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، فيتوقف في تفضيل بعضهما على بعض رضي الله تعالى عنهما. توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع نساء، هن عائشة وحفصة، عائشة وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وميمونة بنت الحارث، وصفية، وجويرية بنت الحارث. توفي عن هؤلاء عليه الصلاة والسلام. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وبقيت معه شهرين ثم توفيت رضي الله عنها. فهؤلاء 11 من زوجاته صلى الله عليه وسلم، توفي عن 9 منهن. ومن فضائل زينب بنت جحش أن الله تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما عقد الله له فوق 7 سماوات، زوجناكها. الله جل وعلا يقول زوجناكها، هذا عقد. فهي تفتخر على بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تولى تزويجها من فوق 7 سماوات. هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب لهن الاحترام والتوقير والمحبة. ومن تكلم في عائشة أم المؤمنين ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. فمن رمى عائشة بما رماها به المنافقون فإنه كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. الله يبرئها وهذا يرميها والعياذ بالله. نعم، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما لهن من القدر والاحترام والتكريم. أزواجه في الآخرة، ما كان لكم أن تنكحوا أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الآخرة. نعم، هذا فضل عظيم لهن. نعم. هذه 3 ميزة: أم أكثر أولاده، وأول من آمن به هذه الثانية، والثالثة آزره على أمره، آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نعم المعين له صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى:
كان لها منه المنزلة العالية. هذه الميزة الرابعة، لها منه المنزلة العالية، حتى إنه كان يذكرها بعد وفاتها ويثني عليها، وكان ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقاته. نعم. من فضائلها أنها صديقة وأبوها صديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، هي أحب الناس إليه. لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوه. ومن فضائلها أنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه الأحاديث وفقهت كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المرجع في الفتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض. لما ذكر الشيخ رحمه الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وذكر أهل بيته وأزواجه خصوصا، ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء الصحابة، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض. الروافض جمع رافضي، وهم طائفة من الشيعة يقال لهم الجعفرية. الشيعة طوائف كثيرة، منها الرافضة أو الجعفرية، فسموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن حسين رضي الله عنهم، جاءوا إلى زيد يطلبون منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يبايعوه، فرفض رضي الله عنه ورحمه، أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقال بل أتولاهما أحباب أبي وجدي، فرفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا إذن نرفضك، فسموا بالرافضة من أجل ذلك. كما أن المعتزلة سموا معتزلة باعتزالهم مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، لما اختلفوا معه في مرتكب الكبيرة. فكذلك نأخذ من هذا العبرة أن من اعتزل الصالحين والعلماء، من اعتزلهم مبتلى والعياذ بالله بالضلال. المعتزلة لما اعتزلوا مجلس الحسن ابتلوا بالطوام والضلالات. الرافضة لما اعتزلوه ورفضوا ابتلوا بالضلالات أيضا. فنأخذ من هذا العبرة في أننا نلازم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم والاستقامة والمعتقد السليم، نلازمهم ولا نعتزلهم، لئلا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء بطلب العلم على المشايخ، ويريد أن يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزلوا الأئمة من قبل، فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعمه، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له في الظاهر إلا أنهم يبغضونه في الباطن. فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعمه، والواجب تولي الجميع كما هما عقيدة أهل السنة والجماعة. وبخلاف النواصب على العكس من الروافض، والنصب معناه العداوة. النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتولون بقية الصحابة عكس الروافض. أما أهل السنة والجماعة فهم يتولون الجميع، يتولون الصحابة عموما ويتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الروافض يتولون أهل البيت بزعمهم ويتبرؤون من الصحابة. النواصب على العكس يتولون الصحابة
ويتبرؤون من أهل البيت ويسبونهم. هذا هو النصب، النصب هو نصب العداوة لأهل البيت، وهذا ضلال بلا شك. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون ولله الحمد بين أهل البيت، بين محبة أهل البيت ومحبة بقية الصحابة، لا يبغضون أحدا منهم، وإنما يتولون الجميع ويحبونهم ويقتدون بهم، وهم سلفنا الصالح وقدوتنا في ديننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فمن خالفه فهو إما رافضي وإما ناصبي وإما خارجي من الخوارج الذين يكفرون الصحابة. نعم. يبغضون الصحابة ويسبونهم ويصفونهم بالظلم، ويقولون إنهم ظلموا عليا وأخذوا الخلافة، وهو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافة بعد الرسول لعلي بزعمه، بل غلاتهم يقولون الرسالة أصلح لعلي، ولكن جبريل خان وذهب بها إلى محمد، وإلا أصلح العلي. هذا غلاتهم. وأيضا منهم من يدعي أن عليا هو الله وأنه هو البرق الذي في السحاب، يعتقدون فيه الألوهية، فهم طوائف كثيرة، منهم الغلاة الكفرة ومنهم دون ذلك، وهم طرائق قددا. نعم. الروافض يقولون كل ما جاء في القرآن من ذم الكافرين والظالمين والمعتدين فالمراد به أبو بكر وعمر. كل ما جاء في القرآن من ذم الظالمين والكافرين والمعتدين فالمراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان، لأنهم بزعمهم غصبوا الخلافة وظلموا. يكفي، نقف عند هذا، وإن شاء الله هذا يكون آخر درس، فإلى إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. نعم. ما في شيء، خلاص. من الآن ما في شيء. النواصب هم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت. نعم. أهل البيت أخص من بني هاشم. أهل البيت أخص من بني هاشم. هم آل علي وآل عقيل، آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث ابن عبد المطلب. نعم. من الخمس يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نحن فقال المؤمن شيء واحد لم يبقى الله عز وجل من الاسلام، ثانية تعالى ألا أن سعد بن الخطاب قال لك الله بن المطلب. هل أن؟ سعد بن الخطاب. أي نعم. يعطى بن المطلب. يعطى منه في بني المطلب. هذا فيه خلاف بين العلماء. الشيخ هنا لم يدخل بني المطلب معه، لأن المسألة فيها خلاف. منهم من يرى أن بنو المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس، لأنهم دخلوا الشعب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته، دخل بنو المطلب معهم الشعب وحوصروا معهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، فيعطون من الخمس من أجل ذلك. وهذا هو المذهب كما في متن الزاد، يقول: ولا تدفع يعني الزكاة إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. القول الثاني أنه لا، هذا خاص بأهل البيت فقط وليس منهم بنو المطلب، و
وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن بنو المطلب لا يدخلون. نعم. الذكور والإناث، الذكور والإناث، لكن أولاد الإناث من قبائل أخرى ليسوا من أهل البيت إذا كانوا من قبائل أخرى، أما إذا كان آباؤهم من أهل البيت وأمهاتهم من أهل البيت فيكونون من أهل البيت. أو كان آباؤهم من أهل البيت فقط فيكونوا من أهل البيت ولو كانت أمهاتهم من غير أهل البيت. هل المحبة للمؤمنين عموما، للمؤمنين عموما، لكن أهل البيت لهم زيادة خاصية، لهم زيادة خاصية، والعلماء نصوا عليهم في كتب العقائد لوجود المخالفين، سمعتم النواصب والروافض، فهم نصوا عليهم من أجل وجود المخالفين، وإلا جميع المسلمين وجميع المؤمنين يوالون ويحبون بقدر إيمانهم، لكن إذا كان مع إيمانهم قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم صار لهم زيادة محبة وفضل وميزة. نعم. الله أعلم، أنا لست نسابة، ما أدري من هذا، هم من قريش بلا شك، هم من قريش، أما كونهم من أهل البيت أنا ما أدري، يحتاج هذا إلى معرفة النسب. نعم. نعم. هذا كذب، ما ليس هناك بقايا، ليس من جسد النبي صلى الله عليه وسلم شيء موجود على الآن، يعني هل يقولون شعر الرسول أو هذا ثوب الرسول أو هذا كله من الكذب من أجل أن يصطادوا به العوام والجهل، هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت بموته، انتهت بموته عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا اتباعه والاقتداء به ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما إجاب عظم ولا إجاب شعر ولا إجاب جلالة من الرسول هذا كذب. نعم. مراد تقلبك في الساجدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي ويسجد كما يقوم أهل الإيمان ويصلون ويسجدون، ليس المراد كما يقول بعضهم المراد أنه يتقلب في أصلاب الساجدين من آدم إلى كذا، هذا لا دليل عليه. نعم. الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، حين تقوم ليش؟ صلاة الليل، صلاة الليل. نعم. الولي هو الله جل وعلا وعقد لها لرسول، أما الصداق ما أدري. يشمل العرب كله، وفي خلاف هل التقسيم إلى عرب عاربة وعرب مستعربة هل هو صحيح أو ليس بصحيح، في خلاف هذا. نعم. لا، ما هو يشترط كونه على قيد الحياة، لكن بعد وفاته من يثبت أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاوى كثيرة والقرافيين كثيرون، فمن يثبت أن هذا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ثبت أنه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به، من يثبت هذا؟ نعم. نعم، نقول له ذرية، الله أعلم. أنا لا تسألوني عن الأنساب، أنا ما أعرف الأنساب، أقول ذولا
من بني فلان ولا من بني فلان، ارجعوا إلى علماء النسب. نعم. نعم. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكروا في أهل البيت. نعم. نعم. الله أعلم، هذه مسائل تحتاج إلى إثبات معرفة في الأنساب، الحكم يتبع معرفة النسب. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.